كويري جاكسون على الريباوند بمرر لقدام عند نديم السعيد جاي يونغبلاد بياخذ المحاولة ثلاثية لا 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 ما بقول يلي عمله جاي يونغبلاد ضرب من المسافة البعيدة على البازر سجل جاي يونغبلاد نقطه 18 ثالث ثلاثية لإله بالمباراة وبيعطي التقدم 16 نقطة أمام فريقه السابق عم يتميز دفاعا لكن عم يتألق ويتألق كمان هجوما